تواجه مصر أزمة في توافر السكر، أحد أهم السلع الاستراتيجية في البلاد، مع ارتفاع كبير وغير مسبوق في الأسعار. وتفاقمت الأزمة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حين تزيد نسبة استهلاك السكر. وينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي إسلام جابر. أهلا بك معايا إسلام. وأول سؤال، الحقيقة وكلنا متذكرين وعد وزير التموين من حوالي 5 أسابيع أن المشكلة دي هتنتهي وأن السكر هيتوافر والمشكلة دي هتختفي وتصبح من الماضي من 15 يناير، ومع ذلك المشكلة وشكوات المواطنين مستمرة حتى الآن، ليه؟ لعل من أبرز الأسباب استمرار الأزمة هي استغلال بعض التجار للأزمة، في حين إن هم يقدروا ياخدوا كميات من وزارة التموين نفسها بأسعار منخفضة تصل ل 24 و 27 ألف جنيه للطن، ويعيدوا بيعها مرة أخرى في الأسواق، وده اللي خلاهم إن هم يخزنوا كميات كبيرة عشان يعملوا حالة من تعطيش السوق وبيعها تحقيق أرباح أكبر. طب اسلام، خليني ارجع خطوه بس كده هون لورا، يعني هو بعيدا عن ازمه التجار، مصر نفسها كانت بتنتج، يعني لغايه معلومات اللي نتذكرها مثلا حتى العام الماضي، ان مصر نفسها كانت بتنتج حوالي 80% من احتياجها بالفعل من السكر. 90 انا الحقيقه رقم 90 انا قريته، بس انا قلت انا هبدا من 80، مش لازم ابدا من 90، لكن انا قرات بالفعل على المنصه ان هم قالوا 90%، فمصر كانت بتصل الى 90% من احتياجاتها. فمنين يعني منين نصل من ان احنا اوشكنا على الاكتفاء الذاتي على ان الناس دلوقتي قبل شهر رمضان وبعد اقل من العام من تصريحات الوصول ل 90% ان احنا مش لاقيين كيس سكر؟ ازاي؟ ايه اساس الازمه جاي منين؟ أنا هاخد من كلام حضرتك، لو هنرجع خطوة لورا، الفترة اللي فاتت خلال الشهرين ثلاثة الماضيين كان الموضوع متعلق بالأزمة اللي ذكرتها لحضرتك باستغلال بعض التجار لفروقات الأسعار ما بين المنافس التموينية والمنافس الخاصة، كان بيبقى في جاب كبير جدا بيوصل ل 20 جنيه في الفرق. الفترة الحالية الأزمة تضاعفت والضغوط أصبحت أكبر، بخصوص إن رمضان خلاص، شهر رمضان الكريم داخل علينا، فكلنا معروف عارفين في رمضان بيستلم حاجه كبيره من الحلوى العصائر، وبالتالي المصانع المنتجه لهذه المنتجات تحتاج كميات كبيره من منتج السكر، فبالتالي الضغوط اصبحت اكبر واكبر على المنتج. الوزاره من جانبها بتحاول توفر، ولكن توفيرها في المنافذ التموينيه والسلاسل التجاريه لا يزال ضعيف وفقا لقدراتها الحاليه، وان هي ما بتقدرش تطلع كميات كبيره لان عندها احتياجات تموينيه، وده يعتبر امن قومي لمصر. فبالتالي معالجه الازمه في القطاع الخاص وزاره التموين بتحاول تعملها عن طريق ان هي تضخ كميات، ولكن هي مش قادره توفي كل احتياجات كل المواطنين المدرجين ضمن بطاقات التموين وغيرهم. طب اسلام، حطني في صوره المشهد ككل وانت موجود في مصر، ايه حاله الاسواق في مصر الان؟ يعني قبل ما احنا ما بنقول تقريبا على بعد اقل من حوالي اسبوعين تقريبا من شهر رمضان الكريم. للأسف في حالة كبيرة جدا من الغضب والاستياء من جانب المواطنين، بنشوف ده في كمية المحلات اللي ما فيهاش سكر خالص، اختفاء كامل وتام لمنتج السكر في محلات كتير، بنشوف ده في الطوابير الطويلة اللي بنشوفها لما يكون في سلسلة تجارية بتوفر كميات من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو، بنشوف ده في افتتاح معرض أهلا رمضان اللي افتتح وزير التموين مؤخرا في منطقه شبرا، وحصل للاسف يعني نقدر نقول هجوم من المواطنين على المنفذ قبل افتتاحه رسميا من جانب الوزير. نعم. وده اللي لمسه الوزير، ان في فعلا ازمه وفي فعلا احتياج للضخ الفتره الحاليه. شكرا ليك اسلام جابر الكاتب الصحفي، كنت معنا من القاهره، شكرا ليك اسلام.